عقب توقيعه مع المدرب البوسني السابق للمنتخب الجزائري وحيد حليل وزيج. وجه نادي طرابزون سبورت التركي أنظاره إلى لاعب موناكو الفرنسي كارل مجاني، وتقدم بعرض رسمي من أجل ضمه بداية من الميركاتو الجاري. مجاني قدم أداء كبيرا مع الخضر في مونديال البرازيل، وساهم بنسبة كبيرة في تأهل محارب الصحراء إلى دور ثمن النهائي قبل الإقصاء على يد الألمان أبطال العالم. وللإشارة، فإن عقد الدول الجزائري ينتهي مع فريق الإمارة الفرنسية في جوان 2015.